السلام عليكم، كيف اخباركم؟ تمام، جاي لكم الحلقه اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتله في التيك توك. راح ندخل تيك توك ونتفتل فيه ونعطي رياكشن عليه وبس. لا تنسوا لايك واشتراك وسووا تفعيل التصنغص، طبعا عليه كام، تابعوا لنا سنابات وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ليتس جو، نبدا المقطع. حرفيا يا عيال، يعني هذا الخط انا كنت اعبيه، هذا فجأة يفضى. اعبي هذا يفضى لحد ما رمى، كسرت واحدة. كذاب صح؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم قدامكم اسبوع ان ما تعدل الوضع. والله اذا ما تعدل الوضع ترى بدي عليكم. المغني غني عن فقدان والده العرب. صدق والله صدق يا عيال، حنا شعب يحب يرفع عن نفسه. تكفى لا، هذا سوبر جلو. المشكلة انه هذا ينشب بسرعة، لازم يكون صب الشاي. المركز الثاني منه بو داكل، انت المركز الثاني. انا مركز شنو ده سويت انت؟ هي صار شو مسوي يا عيال؟ ترى الصمغ هذا ممكن نشيل لحم فعلا. كاتبه انا يعني ما احسه بالصمغ، معقوله الصمغ ما يتمين واضح كذا كانك ماسك مي؟ عارفه مجربه. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان. شوف دولي. يا حبيبي هذا واحد مسهل، هذا مو قلب بس عشان كذا المك. الحين هذه ايش؟ هذه مرمية برية. طيب ايش يسوي ذحين؟ انزع عليها ودنك. طيب ها اشمها يعني؟ لا تمسكها. طيب دنك. ما لها ريحة. اقطف ورقة. قطفتها. شم ريحتها شم قدرتها. معقولة؟ معقولة يا عيال؟ والله صراحة أنا نبي، أقسم بعدين نبي يسمونها نبتة. لا خلاص ماني قاعد، ممكن إنه فيها ضرر أو شيء. لازم تشارك أختك، ممكن شي يوم أو مو ممكن يعني إن شاء الله أختك راح تزوج، راح تبعد عنك حرفيا. أختك ضيفة عندكم كذا، أمي تقول. طبعا أنا ما أعمل أختي أي ضيفة يعني، لازم عليك كمان. محمد تعال أخذ منها ثوم ومينيز يا عيال، عشان كذا المتاجر يحطون بنات. شوف هذا عطاه حط صوص، الله يلعن ابوه. هنا كاتبين الموظفة لان عقيل. طبعا لان عقيل انا اكره هذا. ايش انا اخذت اسمي؟ والله سرقته انا من صغير، قول له عقيل يعني الاسم لي. شوف الطفلة متوسطة، أنا عشان كذا ما أحب بنات متوسطة، والله العظيم يا عيال، كذا ينرفزون وكذا بس كذا، ما أحبهم. عيال شفت قبل، والله هذه شفت قبل بس رهيبة المقطع. أنا ما أحب البنات زي كذا،
أرخص مكان في العالم. هذا هو جديده رخيصه يجنن يهبل خيام يموت يروح ياخذ العقل. تنزيلات نقشة جديد كله رخيص تاكل كيس يوم الخميس أكل تميس. استغفر الله العظيم يا عيال، المقطع هذا انشهر شهرة مو طبيعية، حرفيا انشهر شهرة مو طبيعية، وهذول يوصلوا العالمية، مو العالمية يعني طلعوا من البطحة. كويس جيت، نزلها تحت السيارة ها؟ ابشري بس ليه؟ ليه في سيارة تحت؟ طالع المطار رحلة اليوم. ليش انا اخر واحد دام يعرف؟ هيو؟ ليه في الرايحة؟ في الرايحة؟ اليوم ملكت اختك. ها؟ اليوم ملكت اختك. خلاص متى؟ ما ادري احنا مسر عندنا، بس ودي افهم شيء. الساوند افكت تحطي يفجر اذنك ليش؟ الحمد لله اني موطي الصوت. هذا اخوي، تأكد انه اخوي، اخوي هو يمشي في الصالة قاعد يرقص. يا هلا انا ما احب اخذ اطفال البقالة، يا هلا يطققون يطققون. نزلنا تحت رشوي. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. كيف؟ بعدين انا ما احب البنت هي تضحك بصوت عالي. البنت هي تضحك بصوت عالي بمكان عام ما يصير. انا قاعد اقول اللي علينا قوانيننا احنا. اليوم انا مروق. تقول لي كيف حالك؟ اقول لك احبك. انا اليوم عشان احنا في رمضان. ارحب ابو فراج. يبا افتح الباب. يبا ودني الكويت. ليش فيك؟ محمد بن راشد قعد هني لنا ساعتين يقول خليكم هني عقاب، احنا شغالين عند عمال. يبا احنا عمال. يقول اقعد عند البل. يبا احنا عمال. يبا قعدكم من متى؟ من الظهر. من مشينا من الظهر من زمان من زمان. واحد قاعد نبي ماي يقول له اوكي عطنا كرتون ماي. لا عقاب يعني عقاب. ليش مسوين؟ اكيد مسوين شيء. والله ما مسوين. تعال احمد. وين احمد؟ تعال زخرة من نومنا. ها يا وحش رمش الراجل. ما سوينا لا شيء. ها ليش وصل عليكم محمد؟ ما اعطي العمال ما عشاتهم من كل مضايق عشان ادفع فلوس. جاء زخرة ادري بكل شيء. يلا اسالني اي سؤال. يلا اعرف عمري، اعرف انك انت امي وابوي، اعرف اني انا بالمستشفى. كلكم تحسبون النايمه، والله العظيم ترى انا قاعده استهبل. انا صاحيه صاحيه تيجي ارقص. يا عيال يا اخي لما تروح تسوي عمليه وتتبنج تاكد 100% ما في اي احد يدخل عليك انك راح تنفضح. في واحده تقول يا عيال ابن جيراننا بيسوي عمليه ادعوا انه يموت صراحة عشان ما يفضح سالفتهم. الله يثبت علينا العقل والدين. شك عم امشى. قلتوا يا جماعة التيك توك شتمتوني وقذفتوني على اشياء ما تسوى. وش دخل الامهات والابهات في هذا الموضوع والمشاكل؟ انت اللي قلتني في التيك توك؟ اي نعم. الله يحفظك ويبارك فيك، والله انك ضحكتني. من افضل اثنين في التيك توك. طبعا طارق العمري ما يقلد. ليش المجتمع ينظر للمرأة المطلقة دائما ان هي اللي غلطانة؟ هذا نظرته غلط. المرأة المطلقة بحص الحكمة بحص الحكمة بحص كل شيء حرفيا. يا ولد شمك انت ولا ايش؟ اشمك بكيفي حبيبتي. لا تدفين. ما دفين بعدين كذا. ما بيهدى. مين قال هدى؟ مين قال هدى؟ انا احب اخر عنقود. طبعا اقعد الكم فيه الكم فيه لما يتربى. انا احب اجيب الطفل عندي واربيه. ليش؟ عشان يطلع رجال حتى لو كان لازم يطلع صنديد. لا تقطعت
فإلى هنا قصات الحلقة، لا تنسوا لايك واشتراك وسبت مجلة صندوق وستطفن عليك يا متابعون يا سناب بعد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. مدري صارت ليش المقطع كذا، حسوا صغير قريب مدري، سنة رمضان كريم ومع السلامة.